لو الحكاية فيها إن فيدي أحباش عندنا حد عنده استثناء، أي حد بيغلط بيدفع مخالفة. أنا كده همشي من غير الرخص. ما هتمشي هتتمسك تاني، فإحنا عايزينك تعمل إيه بقى؟ تطلع عربية تدفع الرخص، لازم تدفع المخالفة. صح يا مصطفى. وإنما أنا أساعدك، يعني أنت عدي عليا أنا أساعدك. تمام؟ عينيا الاثنين، لكن نمشي كويس بعد كده. فيدي